ومع التلميذة ريما. أصدقائي الأطفال، مع قصة جديدة في حصة حكايات جحا. هي إشارة انطلاق بث الإذاعة المدرسية بابتدائية حيدر سليمان ببلدية البيوض بن عامة، والتي يسهر على تسييرها عدد من المعلمين بمشاركة التلاميذ في برامج متنوعة خلال فترات الدخول والاستراحة. لنا رزنامة أسبوعية محترمة فيها حصص قارة ومستقرة وثابتة، كما أنه فيها حصص مناسباتية. من بين الحصص المستقرة مثلا يوم الأحد عندنا حصة الغاز وحلول، دائما المشرف أستاذ ومعه مجموعة من التلاميذ. المبادرة التي اعتمدت على وسائل بسيطة ساهم المجلس البلدي في توفيرها أعطت نتائج إيجابية في المجال التوعوي والتربوي وحتى التثقيفي والتنافسي. أن التلميذ أو الطفل هو مرتع جميل وخصب لكل ما يزرع فيه، وإن لم نملأه بالجميل فقد يملأ بالقبيح. السي المدير أول ما طرح علينا هذه الفكرة أننا ثمناها بادرنا بالتشجيعها من خلال توفير بعض الوسائل اللي هي في الحقيقة وسائل بسيطة، ولكن في 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 مجملها أنها عندها سلة أو عندها صدى. وقد لقيت فقرات الإذاعة المدرسية استحسانا من طرف التلاميذ والطاقمين التربوي والإداري بالمؤسسة، منوهين بهذه المبادرة ومتمنين لها الاستمرارية. بالنسبة للإذاعة المدرسية، نحن كأساتذة ننظر بأنها ليست فقط كوسيلة ترفيه، وإنما هي وسيلة تساعدنا على العمل خاصة أثناء حركة التلاميذ. هذه الإذاعة المدرسية التي صنعت روح التنافس والإبداع والتوعية والتوجيه والثقافة بين التلاميذ، هي إذن واحدة من المبادرات التي تستحق التشجيع بغية الاستمرارية والتعميم على سائر المؤسسات التربوية، والتي من شأنها تحقيق مجموعة من المهارات واحتضان الطاقات والمواهب وتعلم فنون الإلقاء والأداء والبحث التي تؤثر فيهم مفهوم الثقافة بكل مشاربها.